أهلا بحضراتكم مرة تانية، وإحنا في أجواء استقبال شهر رمضان واستطلاع هلال الشهر الكريم محتاجين نشحن بقى كده ونغذي الروحانيات، فعشان كده مشرفنا ومنورنا فضيلة الشيخ محمد الجزار وفضيلة الشيخ أحمد أبو خطوة عشان نسمع منهم أحلى ابتهالات تعلي عندنا كده الإيمانيات. يا زينب، خلونا بس نستفيد من الفرصة ونستغل الفرصة ونبدأ مع المبتهل الشيخ محمد الجزار بحاجة لعيد الأم بقى، حاجة لكل الأمهات. أولا كل سنة وحضراتكم طيبين وأنت طيب. الأمة الإسلامية كلها بخير يا رب، وكل أم وهي بخير يا رب دايما، وكل عيد أم بخير. يا جنة الله في القرآن قد ذكرت من تحت أقدامها أوصى بها الله. يا جنة الله، يا جنة الله في القرآن قد ذكرت من تحت أقدامها أوصى بها الله. الأم مدرسة الدنيا وزينتها، الأم مدرسة الدنيا وزينتها، الحب والود منها عرفنا. قد عرفنا شكري وتقديري، شكري وتقديري، وودي أقدمه لأول اسم على الدنيا. الله 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 الله. يكرم حضرتك، يسلم صوتك، ربنا يبارك. ما شاء الله يا شيخ محمد، والله حاجه جميله. يعني انا كنت لسه بقول عايزين ندخل في اجواء رمضان، كمان دخلتنا في اجواء الاحتفالات بالام بقى، وكل واحد كده حن لوالدته. ربنا يبارك في امهاتنا يا رب. اه بالظبط، احنا عايشين في اجواء احتفاليه بالظبط، يعني رمضان طبعا، والام، وكمان انطلاقه قناه الناس، فكلها احتفالات كده طبعا. ربنا يبارك في حضرتك.